هدى دي بويبوس كيتوصل بعد نهايه المقابله المحمديه بتقرير، تقرير على اللاعبين اللي عندنا اشنا هما نقاط الضعف ديالهم، نقاط القوه، كيفاش كانوا في لا فينيسيون، كيفاش كانوا في لا كونسونطراسيون، احترام لو شيما تكتيك الى اخره. بدنيا كان تقرير شامل. هذا التقرير الشامل اللي عطاه هذا السيد هذا كيوضح بانه ان المدرب اللي كان عند الرجاء ما عطاش لويلموس التقرير، ما عطاش تقرير على اللاعبين. يعني تيبين لك ان ويلموس ميدان القديم على هذا غيبقى يعتمد على راسه، غادي يبدا من الزيرو وغيبقى يعتمد على راسو ويدير تقييم على كل لاعب ولاعب بشويه بشويه. الا ما كانش رجع لهذ القضيه، لانه نورمالمون المدرب ساهل ما يحتاج تحليل، محلل يقول لي ساهل انه يقرا مدرب ديبلومي كان كيتني بمنتخب بلجيكي، ساهل انه يشوف اللاعبين والعطاء ديالهم واش واقفين مزيان، واش احترموا التكتيك، واش كذا واش كذا، كيفاش كان الفيزيك، هادشي راه ساهل يعرفو ويشوف، ما يحتاجش محلل. ولكن هو مشى المحلل لانه خصو تقرير، ما عندوش ان كارني دو بور اللي بيه كيعرف معلومات على كل لاعب ونقاط القوه والضعف ديالو. اذا غيضطر يدخل هنا، هذه كتبين لك بانه الشابي ما عطاش ويلموس، كنتمنى انه يكذبني، وقبل منه السلامي ما عطاش للشابي. يعني عندنا حنايا واحد الانفصام كيكون في الطاقم التقني، ما كاينش شي واحد رغم انه الشابي احتفلوا به وداروا ليه نهار قداش هو المكتب المسير وسميتو وعطاوه التذكره والفلوس وكذا الى اخره، كل شيء كيتسخى كامل. وبالمناسبه ما يروج حول انه تنازل الراجع على 15 مليون كاين كيبقى 20، هذاك الشيء السكوب بير ما كاين منه والو، ما كاين والو، حنا تندوي دابا على الاشاعه، راه اشاعه داك الشيء، راه ما خلى حتى ريال هذاك السيد نهائيا. فهمتي يعني مثلا صاحبي محشومه انه ما عرفتش هذا الميساج علاش نشوف الاخ وانا خلي شي مشكل فوالا. اذا ما فهمتش انا علاش السيد ما عطاش تقرير وخلاها هكا السيد يلاه كيتعرف على اللاعبين. الخطوره ديال المساله ديال المدرب كيتعرف على اللاعبين وتقارير كل مره، شنو الخطوره ديالها؟ الخطوره ديالها هو غادي نبقاو حنايا مقابلين التقارير ديال كل لاعب، والناس راه كتنتدب، الناس راه كتوجد وكتفاوض مع اللاعبين، وحنايا غنبقاو على التقارير حكا باش المدرب يشوف اللاعبين كاملين ويعطينا تقرير وكيفاش كيشوف اللاعبين، ويقدر يطور شي لاعب ما صدقش مع الشابي. شوف غير دي الله يرحم والدي، الله يرحم والدي، باش ما يبقاوش كيسبحوا فينا، نطلب من المكتب الموسيقي هذا قلت هذيك المره انهم يكونوا كيخدموا بالتوازي. المدرب كيشوف اللاعبين من حقه وتا حنا من حقنا، يعني تيقدر شي لاعب يكون فالابل والشاب ما شافوش والاخر عنده رؤيه احسن منه، ولكن اللعابه اللي شفناهم راه من دابا بلا ما تبقاو تقول لنا تيشوفهم المدرب، حيت المدرب ما عنده ما يشوف سيلا باين بانه مدهشر، ما عندوش ديك القدره، ما هو عنده امكانيات تقنيه لا باس بها، ولكن سيلا عنده المشكل هو الشخصيه ديالته، ما عندوش ديك الزعامه يشد البالون. شي مثلا خديتي الهدهودي خديتي الهبطي زعم عليه، الهبطي كيزعم ويدخل بين جوج ويكروشي وكيمشي بالبالون، زعم عليه وكويري عليه بجوج، الاخر عنده الصحه باش نافعها شي شويه وديك الطوله ودي. اما سيلا بان بانه راه نيفو هابط من دابا، وجدوا ليه فين يمشي، يا اما صيفطوا خريطه يا اما بيعوا من دابا، تفاوضوا معاه. سميتو شكون عاوتاني اللي جاب هذاك الدومي سونتر اللي جابوا مع جون، واحد سميتو واحد ازهاري، العماري هو هذاك، راه ماتش دونطريمون يبينهم بلا ما تبقى حبه تيلونسيهم، راه باين لا راه المدرب عنده الشوفه وراه معاه محلل تاع الفيديو في البلاصه راه يحسم عليكم. دونك هذا الاسبوع، هذا الاسبوع خاص يكون هو اللي حاسم في الليست، يكون حاسم. علاش؟ لان الميركاتو راه بقى ليه شهر ميم با، ويقدر الميركاتو المغربي يبدا قبل من جونفي. دونك الله يرحم الوالدين، راه الانتدابات مساله مستعجله في الرجاء، ضروري ومؤكد محتاجين ليهم، وانتم شفتوا بعينكم لا المكتب المسير ولا جميع الرجاويين شافوا اش طرا دابا، ملي دابا تعطبوا لي جوج مهاجمين، عندنا هجوم ميت وزدنا حتى دوك الشويه اللي كيشويه كيعمشوا حتى هما تعطبوا دابا،
ايوا فكايه من وحاتها. نكملوا الاخوان هذا دي تكاين الاخوان الله يرحم الوالدين. ما فايت كنقول بانه اللي بغى يدخل يصيفط لي ميساج بالنهار وغادي نسجلو وندوز. دابا غير نكمل التدخل ديالي ملي نكمل ان شاء الله غادي نشوف مع الاخوان ندوز ماشي مشكل. ولو اللي هما ارقام ندوزهم واخا كاين الناس اللي كيدخلوها باش يبسطوا بقاو يسبوك اللي بقى يعيروا. انا كنفضل واحد نكون كنعرفهم سجلوا عندي في لائحه ديال الاصدقاء كيطلع لي بسميتو كنفضل حسن ولكن ما عندنا ما نديرو حنا اوفا. واحد الخبر فيه واحد الطرف زوين واحد الطرف خير. الطرف زوين اللي فيه شنو هو انه بالنسبه للفئه ديال يوكانز يوكانز تبارك الله لعابه ما عندي ما يتساهلوا ربحوا 16 صغير ومعه في الوداد داروا نقراو ماتش مزيان كيعطيك الامال في المستقبل انه الدوري ديالنا بالاخص انه ما نساوش انه ملي كيولي المدير التقني كيجي وكيشوف اللعابه وكيباشرهم اش كيوقع كتوقع واحد النوع من الديناميه او الديناميكيه في صفوف الاقسام الصغرى. يعني دوك اليو 15 كيولي بان ليه تيولي بان المدرب غادي ياخذ منهم واحد ثلاثه ولا اربعه وغيطلب انهم خصهم يطلعوا الاو 17 وهذه راه سيتي بروموسيون بالنسبه لهم. دونك كتلقى موتيفي وتيحاولوا يلعبوا واحد المستوى مزيان باش كيجي يتفرج المدير التقني كيدير فيهم حماس. ملي كيجي المدرب كذا كيتفرج في الاسبوار كيدير فيهم حماس كبير تاهم كيكون عندهم امل انهم يلعبوا في الكيب بريمير. هادشي اللي بغينا يكون في الرجاء يكون ان سويفي وتكون اون فيش انديفيديوال ديال شاك جوار باش تاخذ ميفلت وتا واحد ما يطلعوا عليه السما صغير وتحبس داك النزيف ديال اللعابه ديالنا كيمشيو للمحمديه والفرق اخرى. ولكن الحاجه اللي هي محزنه في هذا الخبر شنو هي؟ هي انه الاخي خديج من عنده الخبر تيقول بانه الرجاء ربحوا هذا الماتش هذا ولكن الماتش الاول هذا هو الماتش الثاني اللي ربحوه في 16 الماتش الاول في البطوله كانوا لاعبين فرقه اعتذرات قدمت اعتذار ودرك بزاف ديال الفرق في عصبه في بطوله العصبه الشامبيونز ليغ ديال لا ليغ انهم اعتذروا بسبب بياش يسمع السبب والله تبقى تضحك. السبب هو ما قاديش يخلصوا لي فريك ديال لا ليسونس. لي فري ديال لا ليسونس شحال 50 درهم اللاعب تصوروا 50 درهم وحنا في بطوله احترافيه حيت الاحترافيه كاينه حتى الدوزيام ديفيزيون لعبنا مع وفا وداد وفا وداد الدوزيام ديفيزيون. دونك راه كي لا مصيبه عظمى لا مصيبه عظمى وفا وداد ولا كنلعبوا مع فرق الدوزيام ديفيزيون نيت اخرين راه كاينه تما سلا راه كاين هادي راه كاين راه حشومه تلقاهم بانه ما قاديش خاصهم الفلوس. وهاد الناس يقولك الاحتراف اش من احتراف كان عندنا حنا راه حشومه 50 درهم فرقه ما قادرش تخلص على اللعاب شحال من لعاب شحال عندك واحد 1500 كاع اللي غتخلص على ليكيب كامله 50 درهم اللاعب. مع الاسف هذه البطوله الاحترافيه اللي بشرونا بها